السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج أحوال الناس. النهاردة عندنا 3 فقرات، هو مش 3 فقرات، 3 مرشحين شيوخ في محافظة واحدة اللي هي محافظة المنيا. الحاج اللي هو رجل أعمال الحاج إبراهيم طلعت، والحاج ياسر، والحاج ابو صدام، وده شهرته نقيب الفلاحين بمحافظه المنيا. اللي انا عايزه اقوله النهارده، في كام سؤال كلنا بنساله. ايه اختصاصات مجلس الشيوخ وايه اسبابه؟ طب ايه هو دوره الفعال في الشارع؟ بيعمل ايه؟ طب ما هو مجلس النواب ممكن يقوم بده كله. ليه الدولة عملت مجلس شيوخ بالرغم ان كانت الاول اسمها على ما اظن مجلس شورى؟ تعالوا هنسأل كم سؤال بيدور في الشارع المصري ل3 مرشحين عن محافظة واحدة. اسبابه ودوره الفعال في الشارع، طب أسبابه السياسي، طب بيعمل ايه، طب ما بيعملش ايه. عامة الأسئلة دي كلها كانت بتواجهني امبارح في الشارع المصري. ايه هو يا أستاذة مجلس الشيوخ؟ طب ليه اتعمل؟ طب ليه ما اتعملش؟ طب هو هيعمل لنا ايه؟ لو احنا رشحناه هيعمل لنا ايه؟ فالأسئلة دي كلها لازما هما يجاوبونا عليها، ولازما يقولولنا اسبابها. طب وهم مين مرشحهم؟ هل هم اللي قالوا انا عايزه اترشح، ولا في ناس تانيه من مجلس الشيوخ، اهل القريه او اهل المحافظه او اهل الدايره عامه قالوا لا احنا عايزينك يا حاج، او احنا عايزينك يا استاذ، او احنا عايزينك يا دكتور، حضرتك اللي تمثلنا في مجلس الشيوخ. تعالوا بينا ندخل هاتفيا مع الحاج ابو صدام ونسأله كام سؤال يبين لنا ايه هي اختصاصات مجلس الشيوخ وايه فكره للشارع. السلام عليكم الحاج ابو صدام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيك يا حاج أبو صدام، منور برنامج أحوال الناس. طبعا أنا بشكركم شكر جزيلا على اتصالكم، وأحاول أعرف نفسي بالسادة المشاهدين. الحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين ومرشح حزب حماة الوطن عن دائرة المنيا رقم 21 رمز الجرار. طبعا أنا مرشح نفسي في مجلس الشيوخ، مجلس الشيوخ من المجالس المهمة جدا اللي بتستكمل المجالس النيابية في مصر، والغرفة الثانية اللي بتساهم وتساعد مجلس النواب في إنجاز مهامه التشريعية والرقابية بصورة سريعة، وتساعد الحكومة إن هي يبقى في مجلس استشاري فيه خبرات كبيرة جدا لمعاونة الدولة المصرية في القيام بالمهام المرغوب بيها. قبل ما نطلع بس يا حاج ابو صدام، عايز اعرف محافظه المنيا وحضره، اكيد هم عارفين رمز سيادتك رمز الجرار ورقم 21. تمام. طب سؤال بعد اذنك يا سياده النائب، كل الشارع بيساله، هل ليك فكر دافع حول عجله التنميه في البلد؟ طبعا احنا انا كابن من ابناء الصعيد وابن من ابناء محافظه المنيا عروس الصعيد، ليا خبره كبيره باهل المنيا من مركز العدوى مرورا بمركز بغاغه وبني مزار والمطاي وسملوط والمنيا وملوي ودير مواس وابو ورقاص. فانا الناس دي كلها اهلي وعشيرتي. طبعا انا بسعى بكامل جهدي، وخاصه ان انا النقيب العام للفلاحين على مستوى الجمهوريه، أنا أنمي القطاع الزراعي في محافظات الصعيد اللي هي بتتميز بتربة خصبة وخبرة في
في الزراعة، لكنها ينقصها يعني عوامل تنمية كتيرة جدا زي المصانع المرتبطة بالقطاع الزراعي. كل مركز من مراكز المنيا ليه زراير صحراوي بيزرعوا مزروعات خاصة بيهم، وعايزين مصانع عشان البطالة. على سبيل المثال الحصر نلقى مركز بني مزار ومركز بغاغة والعدوى بيزرعوا الطماطم، فاحنا عايزين يعني مصانع للصلصة بدل ما نصفر الصلصة دي وبتكلف الفلاح جهد كبير واموال في نقلها. لما نمشي بقى بجبل شويه في جنوب المحافظه مركز ابو القاص ودير مواس ومن لو بيزرعوا القصب، عايزين طبعا نهتم بزراعه القصب لان دي ان المراكز دي بتهتم بزراعه القصب والمصدر الاساسي للدخل في هذه القرى. نروح لمركز المنيا نفسه هنلاقي احنا عايزين برضو اهتمام بالحاله التعليميه في جميع المحافظه وخاصه المحافظه نفسها والمراكز الرياضيه، لان محافظه المنيا خرجت رموز كبيره، رموز رياضيه كبيره جدا. تمام. زي هشام عبد الرسول، وعندنا طارق السيد من بني مزار، وعندنا يعني احمد حسن عميد لاعبي مصر من بغاغه. طبعا رموز رياضيه كبيره جدا احنا المفروض كل ده غنى عن كل ده غنى عن التعريف طبعا يا سياده النائب. طب عايز اسال حضرتك ايه رايك في مجلس الشيوخ؟ مجلس الشيوخ طبعا من المجالس المهمه جدا، وانا بدعو كل اهالي المحافظه للنزول والمشاركه، لان المجلس ده من اهم المجالس. يا سياده النائب يا سياده النائب اسمه مجلس الشورى، وكانت لغى فتره، حسينا ان احنا في حاجه ليه خاصة مع كثرة القوانين اللي عايزة تتعدل، فده المجلس هيبقى مجلس استشاري تعرض عليه القوانين اللي جاية من الرئاسة من مجلس النواب للموافقة عليها. المجلس ده مهم جدا، والناس لازم تطلع ما يقولش ده مجلس شورى ومجلس شيوخ، لأن ده سمعة مصر العالمية. لازم أكيد طبعا لازم كله ينزل ويشارك، كبير صغير ينزل يشارك. تمام. السؤال ده بيدور في 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 دماغ الناس كلها يا سيادة النائب، هيعمل لنا ايه مجلس الشيوخ؟ طب ايه لازمته؟ طب ايه دوره في الشارع ودوره سياسي؟ هل حضرتك ممكن توعينا او تفهمنا ايه دوره السياسي او ممكن دوره الفعال في الشارع، او ايه لازمته بالنسبه لنا؟ انا طبعا انا بشكر حضرتك على هذا السؤال، لان طبعا فعلا معظم الناس تقول لك احنا عندنا مجلس نواب، ايه فايدة مجلس تاني؟ المجلس التاني ده مجلس النواب كان 600 عضو. دلوقتي احنا المجلسين هيبقى المجلس الشورى او الشيوخ هيبقى 300 عضو، ومجلس النواب هيبقى 400 عضو، فده يعتبر احنا ما جبناش حاجة جديدة في الاعضاء، مش هنكلف الدولة حاجة، لكن احنا بنسرع خروج القوانين. مجلس النواب كان عليه حمل كبير جدا في تعديل القوانين وسن القوانين الجديدة، لما القوانين تيجي جاهزة من مجلس الشيوخ هيسهل ويسرع خروج القوانين. تاني حاجة هيساعد الدولة كدولة في المعاداة الدولية، وخاصة ان احنا في فترة حرجة جدا من عمر مصر بنتعرض لمؤامرات داخلية وخارجية، فدول هيبقى علماء مصر ومجلس شيوخ مصر اللي هم هنستفاد من خبراتهم العلمية والاجتماعية في كل المراحل اللي جايه، فده مجلس مهم جدا يجب على كل المواطنين ان تساهم فيه، لان الناس اللي مش هتطلع تنتخب مرشح على مزاجهم هيجوا مرشحين ما يهتموش بيهم، فلازم المرشح انت اللي بتصنعه دلوقتي، والكره في ملعبك لازم تطلع تقول انتخب مين واختار الاقرب الى فكرك والاقرب اللي انت شايفه الى صح. بلاش ان احنا نقول يعني ننظر نظرة دنيا، لان الدنيا بتتغير، واحنا نقول لك مجلس النواب عمل لنا ايه والاعضاء عملوا لنا ايه. انت اسال العضو اللي انت هتنتخبه دلوقتي، ما تاخدش ذنب واحد بذنب واحد تاني، اللي ما يعجبكش بعد كده اتغير. احنا المجلس ده هيقعد له فتره، ممكن تغير اللي انت ما عجبكش في الفتره الثانيه. وايه هي فترته يا فندم؟ على مدار كام سنه مجلس الشيوخ؟ على مدار 5 سنين. فهو دلوقتي مجلس الشيوخ دلوقتي هو احنا بنتكلم بنقول يا معالي الناخب واختي الناخبه والناخ في جميع
محافظات مصر وخاصة محافظة المنيا عايزين خروج يشرف مصر خارجيا وداخليا، وبقول للمصريين في الخارج جماعة انزلوا، دي عرس ديمقراطي لازم تشارك فيه. أكيد الكل اللي داخل وخارج يشارك، ده واجب. لا احنا في عصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انا بقول لجميع العالم وجميع المصريين مفيش انحياز لاي مرشح. أكيد. الحكومه والشرطه والجيش وكل مؤسسات الدوله تقف على مسافه واحده من جميع المرشحين، وحياديه تامه ونزاهه تامه، ما حدش يضحك على حد يقول دول جايبهم الدوله ودول تبع الحزب الفلاني. لا لا لا، الكلام ده كان زمان، دلوقتي خلاص مين حاكمنا؟ سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، فخلاص الكلام ده يعني خلاص عدى عليه الكلام ده خلاص. على الهوا، وكل واحد اتجبل ورقه في مجلس الشيوخ ينفع يكون عضو في مجلس الشيوخ، والكره في ملعب الناخب يختار الاقرب الى فكره والاقرب اليه في منفعته، لكن كلهم ناس على مستوى عالي وناس مؤهلات عليا وناس محترمه، وبنقول اللي ينجح كلنا نجحنا، ده النجاح هيبقى لمصر كلها مش لعضو. وانا بصفتي راجل صعيدي ونقيب للفلاحين بقول لفلاحين مصر لازم تشاركوا بقوه، وكلكم مرشحين كتير، لان ما ينفعش انتوا عددكم 55 مليون في مصر ما يبقاش ليكم مرشحين في مجلس الشيوخ او مجلس النواب، لازم تحطوا البصمه بتاعتكم، لان الحقوق بتنتزع، مش هتقعد في البيت وتقول فين الناس، لازم تنتخب المرشح اللي انت عايزه عشان يطلع لك وقت ما تعوز. طب هو المفروض كام ناخب ينجح في محافظه المنيا بالاخص؟ طبعا هو المرشحين في محافظه المنيا 27 مرشح، على الناخب ان يختار 5 مرشحين من القائمه الفردي اللي هي 27، ويختار القائمه الوطنيه، هي قائمه واحده بس في محافظه المنيا، دي هتبقى رمز نفرتيتي. يعني لما ادخل لما انا ادخل انتخب يا سياده النائب، اعلم على واحد وخلاص واخرج، ولا اثنين ولا ثلاثه، ولا حضرتك ممكن تنوع على النقطه دي؟ لان في ناس كتير او ممكن تقع فيها. هو هيخش الناخب هيدول ورقتين، ورقه فيها القايمه مكتوبه قدامها انتخب او لا انتخب، دي رمز نفرتيتي، ده هيعلم عليها سواء انتخب او انتخب ورقه لوحديها. الورقه الثانيه فيها 27 مرشح، تمام، هيختار 5، طبعا احنا رمزنا الجرار رقم 21، هو يختار رقم 21 الجرار ويختار 4 تاني. ده شرط اساسي ولا ايه؟ يعني هو صح ان هو يعلم على 5 مرشحين، صح كده؟ لازم يعلم على 5 مرشحين، لا يزيدوا مرشح ولا ينقصوا مرشح. لو علم على 6 نفترض علم على واحد بس يا فندم، لو علم على واحد بس صوته باطل، لو علم على اقل من 5 صوته باطل، اكتر من 5 صوته باطل. طب وهل الناس في محافظه المنيا مستوعبه الكلام ده، ولا الناس برضو مفكره ان انا اعلم على واحد وخلاص واخرج؟ هو طبعا المفروض يبقى فيه توعيه، لكن فتره الدعايه قليله جدا، واحنا من خلال منبر سيادتكم دلوقتي. وهي فتره الدعايه قد ايه يا فندم كانت بالنسبه لسيادتك؟ احنا بنقول للمحافظه كلها دلوقتي من خلال منبر سعادتكم، لازم تنتخب 5 افراد من المرشحين، تنتخب 5، اقل من 5 ما ينفعش، واكتر من 5 ما ينفعش. صوته باطل. عشان صوتك يبقى صح، لان انت مش عشان ما تحب مثلا الحاج حسين رقم 21 رمز الجرار تروح تعلم عليه لوحده، يبقى الحاج حسين ما استفادش حاجه، لازم تختار 4 تاني معاه. احنا طبعا بنقول الناس اللي نازله كلها ناس محترمه، لكن مفيش حد يعني مميز عن حد بالنسبه للدوله، ده اللي باكد عليه، لان طبعا في اجتماعات للعمد والمشايخ عشان الناس تنزل، مش عشان يدوا لحزب بعينه او مرشحين بعينها، لان احنا مش هنعود لورا تاني، كل حاجه دلوقتي ماشيه حسب الديمقراطيه والشفافيه واللي الناس هتختاره، لان اي حد تجيب الورقه هو مقبول لدى الجهات الرسميه وراجل وطني، وكلنا مش هنزايد على بعض، لكن وما فيش حاجه اسمها مال سياسي ولا الكلام ده. الناخب دلوقتي يختار اللي هو عايزه. هل يجوز الجمع ما بين لفرد واحد لمجلس الشيوخ ومجلس النواب؟ طبعا لا يجوز ان الواحد يكون عضو في مجلس النواب وعضو في مجلس الشيوخ، على المرشح ان هو يختار ما بين المجلسين، حتى في نائب عندنا مترشح لازم ان هو لو نجح بيسيب مجلس منهم، لازم ما ينفعش ان انت تبقى عضو هنا وعضو هنا، ده دستور وقانون. فهو طبعا مجلس الشيوخ
هيبقى ب 300 واحد، 100 هيعينهم السيد الرئيس و100 في القايمه و100 مرشحين فرديين على مستوى الجمهوريه. محافظه المنيا لها 5 في القايمه ولها 5 فردي، فهم كلمة الخمسه اللي في القايمه طبعا في القايمه ال 35 من الجيزه لاسوان، الفردي 27 واحد من المحافظه يمثلوا جميع مراكز المنيا من العدوى لدير مواس. كلمة أخيرة لمدة دقيقة يا فندم بعد إذن سيادتك، وجه كلمة لمحافظة المنيا بقول بالأخص طبعا لمحافظة، للشباب لأن هو الشباب كل حاجة دلوقتي. بقول شباب محافظة المنيا، طبعا أنا مش غريب عليكم، أنا نقيب عام الفلاحين، في ناس مشتاقة من حاجات معينة، في ناس بتحب حاجات معينة، مفيش حد فينا من بني آدمين ما بيغلطش، احنا كلنا مش ملايكة، لكن لازم تحاسب المرشح بتاعك بعد ما تنتخب ومش قبل ما تنتخب وتقول له انت عملت لنا ايه. هو ما كانش مرشح قبل كده عشان يعمل حاجة، فهو تاريخه هيبدأ من يوم اللي هيخش فيه المجلس، تحاسبه هو عمل ايه، لان انت ما تاخدش حد بذنب حد، ولازم تثبت وجودك وتنزل تنتخب عشان حتى ما تعرضش نفسك للغرامات، لان في 500 جنيه غرامة للي ما ينتخبش. في كمان احنا كمان الموضوع الغرامه ده يمكن سهل، لكن ده حقك السياسي وانتخابي ما تفرطش فيه، لان انت لو فرطت فيه هيملاه غيرك وممكن حد ينجح انت مش عايزه، فلازم تدلي بصوتك ولا تلتفت لاصوات الافاقين اللي هم عايزين يعارضوا العمليه الانتخابيه عشان يحطوا مصر في صوره سيئه للعالم الخارجي. شكرا للحاج حسين عبد الرحمن والشهر ابو صدام نقيب عام الفلاحين ومرشح مجلس شيوخ عن دائره المنيا رقم 21 رمز الجرار، شكرا جزيلا يا فندم. تعالوا بقى نروح لمين، رجل الاعمال الحاج ابراهيم طلعت. السلام عليكم. عليكم السلام الحاج ابراهيم، اخبارك عامل ايه؟ الله يخليك يا استاذ صفاء، منور البرنامج ومنور التلفزيون والله يا حاج ابراهيم. ده بنورك وبنور الساده المشاهدين. ربنا يعز سيادتك يا رب. انا عايز اسالك كام سؤال الشعب المصري كله يا فندم بيساله. ايه اولا، ايه رايك في مجلس الشيوخ؟ مجلس الشيوخ مجلس ليه دور كبير في اختصاصات دعم الديمقراطيه والسلام الاجتماعي اللي احنا فيها، مس الحاجه دي لاعلاء روح المواطنه بين الشعب المصري، وهيؤخذ رايه في القوانين، وهو هيدي مجلس النواب لتشريع قوانين، فده مجلس دوره كبير جدا لا يقل الكفاءه بل يزيد كفاءه عن مجلس النواب. طب ايه فائده مجلس الشيوخ يا حاج ابراهيم؟ نعم، ما فائده مجلس الشيوخ؟ الو، سامعني يا حاج ابراهيم؟ معاك يا فندم. بقول لحضرتك ما فائده مجلس الشيوخ؟ تقدر تعمل، سامعني حضرتك كويس؟ نعم نعم. تقدر تعمل ايه بالاخص يعني للبلد عند حضرتك؟ بالنسبه للبلد تنقصها خدمات كتيره، ومحافظه المنيا من المحافظات اللي واعده ومناخها صالح للقوه البشريه اللي موجوده فيها، ودي محتاجه منا تكاتف جميعا ان احنا ننشئ لهم مصانع. عندنا الصحراوي الشرقي والصحراوي الغربي عايزين ينشأ عليهم قرى لقلة الكثافة السكانية وفتح مجالات للعمل، وابناء المنيا بيهاجروا من الصعيد كحالهم كحال الصعيد كله للقاهرة ومحافظات الوجه البحري بحثا عن الرزق. ان شاء الله تعالى هنقلب الآية، أبناء المنيا هيكون لهم فرص عمل كويسة في محافظاتهم وسط أهليهم وسط أسرهم، وده نيتنا لأبناء محافظتنا. نأمل كلام ذلك يا فندم. طب تقول إيه لكل مرشح يأمل أن يكون تحت قبة البرلمان؟ أنا بقول لكل المرشحين، بلدنا عظيمة وصاحبة تاريخ عظيم وحضارة طويلة وبيها جيش قوي وقيادة سياسية قوية وقيادة شرطية قوية، والمناخ تقوم الدولة حاليا
بشبكه طرق بربط المواني في كل المحافظات تمهيدا لدفع عجله الانتاج التي نريد جميعا ان نتكاتف وراءها. واول هذه العناصر هو المنتج نفسه الصانع المصري، لابد وان نقوم على اعداده وتدريبه وتاهيله حتى يكون جيدا، بدلا من انه يذهب الى دول الخليج وغيرها ويقوم بدفع المبالغ الطائله، تنقلب الايه ويسعى اليه هؤلاء المريدين للعماله المصريه اذا اصبحوا ذات جوده. علينا ان نهتم بالبحث العلمي لانه الذي يستطيع ان يدعم العمليه الصناعيه في ظل الاغراق الصيني الكثيف، لانه الجهه الوحيده التي تستطيع ان تدلني على منتج ذات جوده عاليه وبسعر مناسب. لابد من المناخ ان يكون جيد، تتعاون كل طوائف وكل ابناء الشعب المصري تحت شعار الوطن، كلنا مواطنون. اما دعوات الفرقه ودعوات اهل الشر ودعوات الاختلاف لا ابدا 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 تكون من صالح المناخ الذي نسعى اليه جميعا في جذب الاستثمارات لبلادنا. كل الدعم طبعا من برنامج احوال الناس لسياده النائب ابراهيم طلعت. يا سياده النائب، نعم، سؤال بيتسال كتير قوي، هل يجوز للمرشح الشيوخ ان يكون مرشح نواب؟ القانون اجاز لعضو مجلس النواب الحالي ان يتقدم باوراق ترشيحه لمجلس الشيوخ، واذا وفقه الله ونجح عليه ان يقدم استقالته من مجلس النواب. يعني هو لو قدم لازم يقدم استقالته من مجلس بعد ما ينجح. تمام، عايزك تقول كلمه للشباب عامه. انا بقول للشباب احلامكم في فرص العمل وفي الحياه التي ترغبون فيها ستكون نصب اعيننا، وسيعلو صوتي مناديا بكل طلباتكم وبكل حقوقكم. واقول للشباب اوعوا وكونوا على قدر المسؤوليه في من تختارونه وفي من يمثلكم، ولا تسعوا وراء دعوات البعض الهتامه التي تبث شعارات كاذبه ينأى عنها جهازنا الامن الوطني. من ذلك ابدا جهاز الامن الوطني الذي يبثون رجال الاحزاب الاخرى، ولا اريد ان اذكر احزاب، ينأى عن ذلك، فهو على مسافه واحده من كل المرشحين، لانه جهاز يسهر الليل والنهار ليسعى الى امن الوطن والحفاظ عليه. هذا من ناحيه، اما من ناحيه اخرى فمجلس الشيوخ 300 عضو، 100 منهم يعينها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمئة الثانية بنظام القوائم الحزبية ائتلاف أحزاب، والمئة الثالثة يتنافس عليها في دائرتنا المنيا 27 مرشح، أنا آخر واحد في هؤلاء المرشحين مقاما رقم 27 رمز الحفار. أناشد أهلي إذا منحوني هذه الثقل الغالية سأكون صوتهم في كل طلباتهم وتحقيق ما يرغبون ويصبون إليه. حضرتك ليك دور فعال بالفعل يا سيادة النائب، وإحنا شفنا الكلام ده مبارح. الله يخليك يا أستاذ صفاء. الله يخليك يا سيادة النائب. آخر كلمة بعد إذن حضرتك، إيه اللي ممكن تقدر توعده أو تعمله أو هدفك عامة إن شاء الله بعد النجاح؟ هدفي أهل دايرتي، موطني اللي نشأت وتربيت فيه ما بين أهلي وأهل محافظة المنيا الذين يمتازون بالشهامة والنخوة، شبابهم طيب، تربة صالحة، يريدون من يحنو عليهم ويتشاور معهم ويسمع منهم ويعدل لهم إذا كان خطأ، ولكن لا يحجر عليهم. قد تخرج فكرة من أبنائنا الشباب قد تكون هي
هي رمانة الميزان في تحقيق رغباتهم. آه إذا سمحتي لي أستاذ صفاء أن أوجه كلمة لعامة أهالينا بالمنيا، كونوا على وعي، كونوا على بصيرة، لا تنظروا لأي شعارات. أمامكم 27 مرشح، اختار من تقتنع به. أنا وجه جديد وأنا بالبرنامج بالبرنامج أحوال الناس يا سيادة النائب، أنا بقول رقم 27 رمز الحفار. نعم 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 رقم 27 رمز الحفار. من خلال زيارتي لكثير من الدول الخارجية، أوروبا وأمريكا والصين وغيرهما، تكونت عندي عقيدة بأننا كأهل مصر وشباب مصر لسنا أقل من هؤلاء، بل حبان الله بموارد طبيعية كثيرة. لو تعاوننا سويا ووصلنا هذه الموارد إلى منتج نهائي، مش هيبقى عندنا بطالة، وهذه البطالة ستعد وتتدرب. إذا تعاوننا جميعا لتوصيل مواردنا الطبيعية لمنتج نهائي، مش هيبقى عندنا مشكلة في العملة الأجنبية. وربنا من وراء القصد. وأنا أقول لأهلنا في محافظة المنيا، خدماتكم وقضاء حوائجكم وأحلامكم إقرار وعهد ومحاسبة أمام الله وأمامكم. سيادة النائب، عايزين توعية بسيطة كده من حضرتك. بكرة وهو داخل الناخب، هل يجوز أن يعلم على رمز الحفار فقط ولا ايه بالظبط؟ يعلم على واحد بس صوته باطل. طب ممكن توعية من سيادتك على المحافظة عامة، لان في ناس كتير قوي ما مش فاهمة القصة دي، وفي ناس كتير ممكن تقع في الغلط ده، فاحنا لازم يبقى فيه توعية. وانا اعرف ان عندكم برضو الفترة كانت صغيرة مش كبيرة قوي لتوعية الناس، اكترية الناس، فحضرتك على الهوا يا ريت وعي. الناخب هيستلم ورقتين، ورقة ب 35 مرشح قائمة واحدة رمزهم كليوباترا، ودي قائمة الأحزاب التي اتفق عليها أحزاب الائتلاف، ومنهم الحزب الذي يمثله في دائرتي حزب حماة الوطن، أحد أحزاب الائتلاف. هذه الورقة ليس لها منافس في قائمة الصعيد. أما الورقة الثانية والتي تخص محافظة المنيا فقط، والتي يتنافس عليها 27 مرشح، للناخب أن يختار منها 5. إذا اختار أقل من ذلك أعتقد أن صوته باطل، أو أكثر من ذلك يكون صوته باطل. ولكن أخي الناخب، أنت على بصيرة، وأنت أدرى من بما يقومون ويفعلونه، فلا تنصاع وراء دعوات كاذبة واهمة وإشاعات يروجونها بأن هؤلاء حزب كذا وحزب كذا وحزب كذا. دولتنا دولة عظيمة، وننأى بها عن هذه الدعوات الهتامة. تحياتي لحضرتك يا سيادة النائب رجل الأعمال إبراهيم طلعت، رمز الحفار رقم 27. تحياتي لحضرتك. تعالوا نخرج فاصل ونرجع لحضراتكم تاني، انتظرونا. الاقي نفسي ابكي لوحدي، اتحدى انا اي حد يحب انا في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر شايله في همومنا على كيرها، بلد في
ورجعنا لكم تاني ومعانا اخر مرشح الحاج ياسر. اللي انا عايز اقوله بقى قبل ما ندخل على الحاج ياسر او قبل ما نتصل بيه، عايز اقول صوتك امانه، انزل شارك، ما تضيعش صوتك داخل او خارج مصر، ينزل ويشارك. ما تقولش لا صوتي مش هيفرق، لا صوتك هيفرق. وزي ما احنا ما سمعنا التوعية لازما على خمس، ده انا بتكلم على محافظة المنيا، لازما نعلم على خمسة. اولا ده من برنامج احوال الناس، رقم 27 رمز الحفار، ورقم 21 رمز الجرار. تعالوا بينا نتصل بالحاج ياسر وهو كمان تعب. اوكي ماشي، هنسأله برضو عن عدة أسئلة بتدور برضو في الشارع المصري كل شوية. اختصاصاته، أسبابه، دوره في الشارع هيعمل لنا ايه؟ طب ما في مجلس نواب، ايه لازمة مجلس الشيوخ؟ هنعيد برضو الأسئلة دي كلها تاني وهنخليه يقول التوعية لمحافظة المنيا. في حاجات كتير قوي بتدور في الشارع مش عارفة، ممكن تكون مش مفهومة. مفهومة لازما مين اللي يختص بالأسئلة دي أو مين اللي يوجه كده؟ بالتأكيد المرشحين، مجلس شيوخ. طب ما في مجلس نواب، ده هو ما اظن في شهر 11 يعني كمان شهرين جاي ورانا مجلس نواب، فلازما ننزل ونشارك مجلس شيوخ ومجلس نواب وندل بصوتنا، صوتنا أمانة، ما نروحش بصوتنا كده يعني ما يروحش هدر. وكمان في حاجة، في ناس بتبيع صوتها، ليه انا بسمع الحتة دي كتير قوي، ليه صوتك ده، ليه صوتك أمانة، انزل وشارك. وهفضل أقول بتكلم فيها كتير، بتكلم فيها كتير، انزل وشارك، صوتك أمانة. علم تاني هفضل أقولها على محافظة المنيا، رقم 27 رجل الأعمال إبراهيم طلعت، رمز الحفار، والحاج أبو صدام رقم 21 رمز الجرار. على ما بال ما نتصل بالحاج ياسر محمود كامل عبد العظيم، هو يعني أمانين يرن عليه، فهو مش عارفة يعني مشغول أو مش مشغول، بس أكيد هيعود تاني. تعالوا نشوف، نخرج فاصل ونرجع. طب اوكي ماشي، الحاج ياسر هو معانا على الهاتف. الحاج ياسر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحاج ياسر اخبارك، عامل ايه؟ الله يسلمك يا فندم، الله يسلمك، الله يكرمك، ربنا يعز سيادتك يا رب. في اسئلة كتير يا حاج ياسر عايزينك توعينا او عايزينك توعي الشعب عامة وبالاخص المحافظة، محافظة المنيا. والله احنا الشعب عموما او شعب مصر كله عنده ثقافه سياسيه غير عاديه، واللي هنقوله من جديد عليه. الشعب شعب واعي وشعب مثقف. النهارده احنا ترشحنا في مجلس الشيوخ على اساس ان احنا حد من الشعب يكون متواجد. اتفضل يا فندم. تمام، حضرتك رمز ايه الاول ورقم كام يا فندم؟ ياسر ابو حجه، رمز المدفع. المدفع، رمز المدفع رقم 14، رقم فردي. 14 فردي، احنا مترشحين 27 واحد على مستوى المحافظه، كلهم ناس محترمين. اكيد اكيد اكيد. هل لك فكر معين دافع لعجله التنميه في البلد؟ والله انا من خلال تجاربي وخبراتي اللي فاتت، لان انا عشت اكتر من سني، انا عندي 46 سنه، بس عشت اكتر من 46 سنه. تمام. عندي خبرات في التعليم، وعندي خبرات في الزراعه، وعندي خبرات في التجاره. تمام.
وخبرات او حاجات تفيد البلد وبتقوم او تعتمد على الشباب الموجوده، لان الشباب الموجوده بنلاقي الشباب الموجوده دي محتاجه حد يوعيها وحد يوجهها للطريق السليم، على اساس ان هي انت بتوجهه بس وبعد هو بينطلق. تمام. وحضرتك لازم التوعيه، حضرتك هل وعيت عملت مؤتمرات او ونزلت الشارع ووعيت الشباب؟ هل ده تم؟ انا اصلا شغلي على ارض الواقع، الشباب او متهيألي معظم شباب محافظه المنيا يعرفني. تمام. طب ايه اللي تم يا فندم؟ احنا ناس صادقين في اقوالنا وفي افعالنا، احنا ناس بنرشد وبنوجه وبنفعل برضه. تمام؟ تمام. احنا النهارده لما فايده مجلس الشيوخ ايه؟ ما هو ده سؤال انا كنت عايز اساله لحضرتك برضه، لان الشارع المصري كله بيساله. المجلس الشيوخ ده هو اصل في الاساس مجلس استشاري، يعني بيعمل ايه؟ هنتكلم مع بعض بتلقائيه وبلغه عاميه. ده يا ريت عشان الناس كمان يعني هم حابين كده. يا جماعه مجلس الشيوخ ده مجلس بيعدل في مواد الدستور. في الاساس احنا عندنا دستور في مصر. ففي ماده مثلا مش متماشيه مع طبيعه الشعب او هتضر الشعب، نبدا نعدل مواد الدستور. في مشروع اللي هو الخطه العامه. الخطه العامه والمعاهده العامه للدوله. تمام. بيعيدوا مجلس الشيوخ. المعاهدات بتاع الصلح والتحالف الدوله نفسها ده لازم تمر وتاخد موجهات من مجلس الشيوخ. في مشروعات القوانين اللي بيحلها الرئيس للمجلس اللي هي تحتاج دراسه، لان الرئيس السيسي اصلا ما بيعملش حاجه الا مدروسه ويكون عارف مداها ايه وبتروح فين وجايه منين. تمام. الحاجه الاخيره والمهمه سياسه الدوله وسياستها الخارجيه، سياسه الدوله الداخليه مع بعض التنظيم. تمام. وسياستها الخارجيه يعني علاقتها مع الدول، ده يعتبر كل او 90% من فايده مجلس الشيوخ او اختصاصاته. ده اختصاصات مجلس الشيوخ؟ دي اختصاصات مجلس الشيوخ طبعا، بعيده خالص عن مجلس النواب. احنا مجلس النواب دي حكايه تاني بقى. تمام. اصل احنا هنتكلم في مجلس الشيوخ بس عشان ما اضيعش وقت حضرتك. تحت امرك. بس الناس كلها عايزه تفهم برضو يعني، او يعني مش عارفه تفرق ما بين ده وما بين ده، بس مش اكتر. الاسئله دي كل شويه بتتسال لي، فحضرتك انا ما ينفعش انا اللي اجاوب عليها، حضراتكم اللي تجاوبوا عليها. احنا لما فكرنا ان احنا نخش في مجلس الشيوخ فكرنا ان احنا لنا وضع معين. خلي بالك كلمه مجلس الشيوخ دي كلمه مناسبه للمجلس نفسه. يعني مجلس الحكماء، مجلس النبلاء، يعني مجلس الناس اللي عندها خبره واللي عندها درايه واللي تقدر الامور. تمام. المجلس ده مجلس العلماء او مجلس الخبراء او الاستشاريين. تمام. اللي هم بيوضعوا او بيسموا قانون معين بيوافقوا على قانون معين. تمام. في مصلحه شعب مصر، لان كل بلد لها قوانينها. في قوانين تتماشى مع مصر، في قوانين تتماشى مع السعوديه، في قوانين تتماشى مع دول اوروبيه. احنا بنسن قوانيننا او بنعدل قوانيننا حسب احتياجنا للقانون ده للمرحله دي. تمام. وده كله اجتهادات بشريه. قانون البشري قابل للتعديل او التغيير او الغاء او الموافقه، لانه مش كلام ربنا سبحانه وتعالى اكيد او حديث عن حد من الانبياء. تمام. ولكن احنا بنقول يا جماعه الراي شورى. شورى يعني مجلس الشيوخ، يعني بنسن القانون لصالح المواطن المصري فيما يقتضيه المصلحه. في امور كثيره ما ينفعش اتكلم فيها على الهواء مباشره، ولكن احنا بنتكلم بصفه عامه، يعني بندي نبذه بسيطه للمواطن المحترم. بما ان احنا اتكلمنا سياده النائب عن مجلس الشيوخ ومجلس النواب، هل يجوز الجمع ما بين العضويه مجلس الشيوخ ومجلس النواب؟ لا طبعا، لازم ان النهارده الموضوع تكرر حاليا عند في المنيا. تمام. بيقدم استقالته في مجلس النواب عشان يبدا مرحله مجلس الشيوخ. تمام. تمام. ودي الامور دي يعني
سلطات لرئيس الجمهورية فقط، تمام، أنه ممكن يدمج مثلا أو يولي مهام مجلس النواب لمجلس الشورى أو العكس يعني. تقول إيه لكل مرشح يأمل أن يكون تحت قبة البرلمان؟ أقول له اتق الله بس كده؟ اجتهد، لأن أنت خدت الجواهر اللي في إيدين الناس اللي هي أصواتها. أقول لك يا ريس، أنت النهاردة لابد أن تكون متواجد وسط الناس اللي عطتك أصواتها، لابد أن أنت تحلل لها مشاكلها، لابد أن أنت توصل الصوت أو توصل الرسالة بصدق. إحنا النهاردة من ساعة ما مسك الرئيس المحترم، أنا بحبه والله قوي يعني، تمام، الرئيس المحترم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكيد كلنا بنحبه. سيادة الرئيس، أنا حضرت لك مرتين وجها لوجه، وأنا بوجه لك رسالة يا ريس، الله يعينك وربنا يوفقك، واحنا كلنا بندعي لك لان انت شايل هم كبير، ولكن انت قدها. عايزك تنزل محافظات الصعيد وتزور اهلك، الناس دي طيبه يعني، الناس دي محترمه وبتحبك فعلا، مش كلام، سيبك من الشرذمه والكلام اللي بيتقال، والله العظيم الناس دي طيبه خالص، الناس دي محتاجه لك تيجي في وسطيها، وتعالى لوحديك او تعالى يعني زي بعض، شوف الوضع بنفسك. احنا يا ريس أمورنا طيبة وأمورنا تمام تحت قيادتك، في أمان وفي طرق وفي كل حاجة، بس عايزين مزيد من الرعاية، مزيد من الرعاية. الصعيد هم رجالتك وهم اللي هتلاقيهم معاك وهيسيبهم معاك، خلي بالك. أنت على الهواء، اتفضل اتفضل. جربتنا في الجيش وجربتنا في الشرطة، وأحيي الناس المحترمين بتوع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وخاصة جهاز الأمن الوطني المحترم الذي تم انتقاء أعضاؤه بعناية. أكيد. بعناية شديدة. إن دي ما بتظلمش حد والله. لا لا على مرأة ومسمع من عين. يا جماعة الدولة اتغيرت. كتير. والدولة وضع كويس. لا كتير. لابد إن احنا نواكب العصر بتاع الرئيس السيسي، يتعامل تبقى يتعامل. خلاص اللي عمله الرئيس السيسي في فترة بسيطة ما يتعاملش في 50-60 سنة واكتر، وده والله بجد برئيسينها. يا جماعة الرجل لازم يقف معاه، سواء كتب لنا النجاح او لم يحالفنا الحظ. لا ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله. طب يا سيادة النائب، في سؤال برضو بيتسأل لنا كتير، هل انا لما اروح انتخب اعلم على واحد بس اللي انا رايح عشانه، ولا اعلم على اتنين؟ يا استاذ والله الصح ايه؟ احنا النهاردة قدامك، انا بتكلم عن محافظة المنيا او اي محافظة تانية. يا جماعة احنا كمرشحات في محافظة المنيا فردي 27، مفيش واحد يقول لك الدولة ليست تبع حزب معين. والرئيس قال احنا الحكومة والرئيس ملوش عايز الاصلح، يعني انت اختار 5 افراد من 27 اللي هي في المحافظة، اختار الاصلح. النهاردة انا بقول انا رمز المدفع ومش عارف، ممكن يكون في حد احسن مني بكتير طبعا من وجهه نظرك، اختاره، انا مش هزعل، لان كله بيصب في مصلحه مصر. ما فيش واحد يقول لك اختار الـ5 دول الاولانيين او الثانيين او الثالثين، سيبك من الكلام ده كله، اختار بنفسك وانت عارف مين الصح ومين الغلط، او مين الاقرب للمصلحه. الحاج ياسر، نعم، ما اهدافك بعد النجاح؟ ايه اللي انت عايز تعمله للشباب؟ والله انا في نيتي ان احنا في الاول احنا نعمل يعني حاجات نشغل فيها الشباب زي مصنع او 2 او 3 او ونهتم بالصحه، تمام، دي ان شاء الله مباشره بعد النجاح. الارض موجوده والميزانيه موجوده وهتكون شركه مساهمه مصريه، تمام، هتشغل لا يقل عن 2000-3000 فرد وشباب من المؤهلات العليا ومن الصناعيه ومن العمال. غير كده ثاني لازم نعمل مستشفى على طراز بس ما يرهقش المواطن البسيط، تكون تبع وزاره التضامن الاجتماعي، على اساس ان احنا نقدر يعني هقول لك حاجه، معلش انا مش حاضر في ذهني دلوقتي، هنتعامل مصنع تحت امرك كبير وهيتعمل مستشفى كبيره ان شاء الله تعالى، بس طبعا هيلزمها اجراءات، مش هتكون مستشفى استثماري يا جماعه، عشان الوضع اللي احنا شفناه النهارده، الواحد بيروح المصاب كورونا بيخش في مستشفيات مش هذكر اسمها، بيدفع 10,000 و20,000 في اليوم بالفعل.
احنا شعب ما يستحملش، احنا شعب مدعم من عند ربنا بس. تقول ايه للشباب العازف عن المشاركة في الانتخابات القادمة سواء شيوخ او برلمان؟ يا ابني ويا حبيبي ويا اخويا ويا ابن اخويا ويا خالو، يعني دي مصر، الصوت اللي انت بتشتديه ده حقك، وما يترتب على عدم ذهابك للنتائج ممكن تكون ما انتش عايزها. يعني لو انت ماشي انتخابات ممكن غيرك يروح وينتخب حد انت مش عايزه، مش في مصلحتك، يبقى لازم تروح. هتتعب ايوه ساعه ساعتين في اليوم، لازم تتحرك واختار براحتك. انا ما بقولكش اختار ان انا رمز المدفع رقم 14 تمام، ولكن بقول لك روح شارك في الانتخابات وشوف الدوله ماشيه ازاي. والله العظيم دولتنا حلوه، هتلاقي وضع كويس، وهتلاقي ناس واقفه تحرسك كويس، وناس واقفه مسندات، وناس هتحييك. ما حدش يقول لك خد يعني حاجه وانت خافني، لا اوعى. ليه؟ الصوت بتاعك دي جوهره، وجوهره في ايدك. تمام؟ تخيل نفسك قبل ما تنتخب وانت بعد ما تنتخب، وانت طالع من انتخبت فرد معين او خمسه افراد مثلا زي محافظه المنيا مثلا اللي مطلوب فيهم خمسه، هتطلع مفتاح ضميرك، ما تخليش حد يملى عليك حاجه. وسيبك من الاحزاب والبتاع، كلنا مصريين. طب هل لسه في زي زمان بقى ما كنا بنسمع ان في حد بيبيع صوته ومش بيبيع صوته وفي ناس بتعمل كده حاج ياسر؟ والله والله في عهد الرئيس السيسي مش موجود. تمام؟ لان كان طبعا كان نظام التسويد وان هي 97% و99% و9 من 10، الكلام ده مش موجود. النتائج حقيقيه تمام، والصندوق اللي هيحكم بين الناس، الحكومه على قدم على مسافه واحده من كل المرشحين. الحكومه على مسافه واحده من كل المرشحين. الحكومه النهارده مش هتميز مرشح، انا عارف الكلام ده مظبوط، مش هتميز مرشح عن مرشح. ولكن يا جماعه النهارده مفيش تسويق، مفيش حد النهارده بيقدر يبيع ضميره، لان عارف ان صوته ده هيحطه في مكانه الصح، واختياره هيكون صح في اللي ينفعه وينفع ابنه. ده مستقبل اولادنا، مستقبل اجيالنا، اكيد لازم نخططه صح. اكيد عايزك توجه كلمه معاك دقيقتين لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا كنت منتظر من حضرتك السؤال ده. الرئيس المحترم حبيبي، يا رئيس احنا كلنا معاك وكلنا بنحبك، اقسم بالله بنحبك جد، لان انت راجل وطني صحيح وراجل ما فرطتش في شكل ولا في اي حاجة من حقوق مصر. الله يعينك من الشمال للجنوب لاقصى الغرب، الله يعينك يا رئيس، احنا معاك، الله يعينه، احنا كلنا معاك، احنا قدامك، ان احتجتنا هتلاقينا اسود، هتلاقينا اسود وراك وابطال كمان. انت وجه واحنا حاضرين. انت تحياتي وجه ليك واحنا حاضرين. تحياتي ليك يا حاج ياسر، وبالتوفيق والدعم كله لحضرتك من برنامج احوال الناس رقم 14 رمز المدفعيه. شكرا ليك يا فندم. طبعا من برنامج احوال الناس بدعي الشعب المصري كله ينزل داخل او خارج، ينزل يدل برايه ويصوت عن زي ما شفنا كده او زي ما سمعنا بالاخص ماشي محافظه المنيا. انا بتكلم عن محافظه المنيا لان فيهم ثلاث مرشحين، رمز الحفار رقم 27 لرجل الاعمال طلعت ابراهيم طلعت، ورمز الجرار رقم 21 الحاج حسين، والشهره ابو صدام، رقم 14 رمز المدفعيه. شكرا لحضراتكم، وانتظرونا في حلقه قادمه. شكرا.